قال لي انها دائما مبدعه وكتحاول تعطي الجديد للبيت ديالها وكذلك كتعطي الجديد للمستمعين. اللقاء المفتوح اللحظه معنا لالا عائشه من الدار البيضاء. صباح النور عائشه. صباح النور على البنور. اش اخبارك؟ الربح والتيسير ورضا الوالدين. ما الله يا ربي يا كريم. الله يبارك فيك لالا عائشه. الله يطول عمرك. اش اخبارك؟ الله يبارك فيك. كديرة مع الصحيحة؟ الحمد لله والشكر لله لواحد القهر. الحمد لله والجو جميل ياك عائشة. تبارك الله وصلنا. الله يبارك فيك. تعالى الله كثير علينا اللهم لك الحمد. الله يبارك فيك عائشة. غتعطينا اليوم ليكوكلي معمرين ياك؟ معمرين باللوزين إن شاء الله. ليكوكلي معمرين باللوز واخا لالا عائشة، شنو غنحتاجوا باش نوجدوا هاد ليكوكلي؟ غنديروا على حساب أربعة ليكوكلي. أييه. عندنا لالا أربعة كوكليات مغسولين ومقادين ومسقطرين. عندنا نص كيلو اللوز مسلوق ومفسخ ومقلي ومطحون. واخا مسلوق ومفسخ ومقلي ومطحون. يلاه عندنا لالا التوابل ديالنا. عندنا مليحه. بزار. زعفران. عرق. كينجبير. شويه الزعفران الحر. بلاتي ما تزربيش علينا اختي عائشه، خلينا نقيدو. واش ما بغيتيناش نديرو هاد الطبق وطلع زوين؟ واخا سكينجبير؟ اي عندنا سكينجبير، عندنا لالا شويه الزعفران الحر. عندنا اربع دريسات تاع الثوم. معلقه كبيره ديال الزبده. واخا. وعندنا لالا كاس ديال الزيت، ما كان ما عامرش قولي حسب ثلثين. وربعه البصيلات، يكون من الاحسن يكونوا بيضين. مشلوطين. واخا. باش كيذوبوا ياك؟ اييه ان شاء الله. واخ يا عندنا لالا كناخذوا دوك التوابل. بغيتي نعاود لك هادشي اللي عطيتينا عائشه؟ يعني هادو لي كوكلي معمر باللوز، كنحتاجوا لهاد الطبق اربعه ديال الكوكلي، اربعه ديال لي كوكلي كيكونوا مغسولين من قين، راكي فاهمه الشغل يا لالا. نص كيلو ديال اللوز مسلوق مفسخ ومقلي ومطحون. الملح، البزار، الزعفران عرق، سكينجبير، الزعفران حر، اربعه ديال الدريسات ديال الثومه، معلقه كبيره ديال الزبده، كاس ديال الزيت ما عامرش، اربعه ديال البصلات مشلضين. اي تبارك الله عليك. وبس. اي وبس. يلا. صافي كناخذوا ان شاء الله دوك التوابل تنقسموهم على جوج، واحدين كنبرروا بهم الدجاجه كلها من الداخل ومن برا، دوك الدجيجات اللي عندنا، وداك التوابل اللي بقات عندنا كنخلطها مع داك اللوز، حيت اللوز خصو يكون مالح ماشي حلو. واخا. صافي كناخذوا دوك التوابل كنديروهم في داك اللوز ديالنا، صافي مع ديك الزبده كنكوروا دوك اربعه الكويرات. على حساب ربعة الكوكليات. كل كويرة كل جوف ديال وحده كنحو في كويرة ديال اللوز. صافي تناخذوا الكيردون وكنسدوهم. ما كنسدوهمش بالخيط، هذا بالكيردون. بالكيردون لانهم صغيورين وكيبقاو وما تياخذوا الطيابه ياك عائشه. لا ماشي بزاف، ما عندهمش ماشي طيب بزاف. بصح واخا. لا ما عندهمش طيب بزاف. صافي تنشدوهم بالكيردون كنحطو تنشلطو دوك البصيلات اللي عندنا كنديرو في الطاوه ديالنا. كنحطو عليهم دوك الكوكليات. يعني بداو يبان لينا بداو تديك البصله كطلق، تنخوي ديك الزويته اللي عندنا. صافي وكنغطيوهم. كنغطيوهم حتى ساعه ساعه تنقلبوهم، وتنخوي عليهم جوج كيسان ديال الماء د العنبه. تنفوتو جوج كيسان. صافي كيبقاو يطيبوا على هاد الجهه، هذا هو السر اللي فيهم. ملي كيبداو يطيبوا هذاك اللوز كيبدا يخرج من دوك الدجاجات، من الدجاجات ديالو، كيعقد ديك البصيله كيترجع بحال اللون ديالهم تيولي بحال ديال الاملو بحال. فهمتي الطريقه؟ اه يعني ملي كيبدا يطيب سي نورمال، لان بداك المرقه اللي كتمرقي راه غادي تجر ديك اللوز عندها. تيبدا يتقال داك الدغميره اللي عندنا كتبدا تتقال. يعني بحال كتبقى ديك نسيمه ديال اللوز في داخل الكوكليات وخارجه في المرقه. اييه صارت عندنا. صافي كتبقى حتى كيطيبوا لينا كما على اجهة شي قولي شي نخليهم شي ساعه قل تولد. اييه. صافي كنهزو دوك الدجيجات اللي عندنا. كنديرو في شي باش ندخلهم شويه يتصهدوا في الفران. السر ديالهم كندير واحد شويه الحليب مع شويه الماء ديال الخيزو، حيت راه الماء ديال الخيزو كيحمر الدجاج. وهذه جديده معلمه نسالك. هذه ما عرفهاش. لا شتي الا درتي شي البريوات الا بغيتو يتحمروا تاهما في الفران، غير دهنيهم غير شويه بالماء الماء ديال الخيزو راه تيحمرهم داكشي. صافي وكتدهنيهم كلشي داك الكوكليات اللي عندك. صافي كندخلهم من الفران، تنخليو هذاك البصيله حتى كتعقد، والسر ديال التعقيد ديالها هو تتحطي فيها تزيدي فواحد شويه المسكه حره. كتعقد ليك البصله كتردها معقده ومعسله. المسكه الحره. صافي كنعسلو ديك البصيله ديالتنا، كنجيبو الطبق ديالنا كنستفو فيه ديك الدغميره، كنحطو دوك الدجيجات.
بغينا نديرو شي ديكور احنا غادي بغينا نزينو على حساب الرغبه اللي عندنا مع هما مالحين. نشدو شويه البطاطا نحكوها في الحكاكه. هي قليل اللي كيدير هذه الطريقه ديال اللوز وكيجي تجي مريقه والدغميره مالحه. يعني ملي كنسمعوا اللوز كنربطوا حنايا بالتفايه لا هذه كتجي مالحه. فاطمه قالت لك لا، ولكن انا شخصيا ما عمرني ما اللوز كاينين. لا هادو راه عندي انا من قبل زعما ما نتزوجش، هادو اول رصيد غنديرها هي. نعم تبارك الله عليك عايشه، الله يمسالك. الله يطول عمرك. صافي الا بغينا تزين على حسب الرغبه اللي عندنا، اما كنزينهم كناخذوا داك الكيرزون كنديروا فيه دوك البيضات السمان كنشبوهم في دوك الدجاجات، اما اللي بغينا حنا عشيشات هكا ديال بحال عشيشات وكديري فيهم داك البيضات هكايا انت زعما التزيين. راه العيال تبارك الله عندنا العيال المغربيه زين عندهم شهيتينا عايشه شهيتينا في الكوكلي. مرحبا بكم عندي وتاكلوا في الصحه والراحه. الله يبارك فيك عائشه، شكرا لك وما تنساوش مستمعين.